يا استاذ يا فندي، مصيبه ليكون مات يا فندي. واقف ليه؟ ما تتحرك. هو انا نايم بقالي كتير. الاشاره فتحت وقفلت يجي 10 مرات وانت ما تتحركش. طب وحياتك ممكن مرتين كمان وتصحيني؟ لا انا هقول لك على حاجه، عشان الاشاره دي برد، الاشاره اللي هناك دفى. كتر خيرك. لا انا هنا تمام، انا هنا كويس. لا ليه، روح نام هناك براحتك وقوم خد دش وافطر وانا هصحيك. اه ده انت بتهزر بقى. انا اللي ههزر يا بيه، ما تعفرتنيش، اتكل على الله. ماشي يا سيدي، حاضر. انت خدت النمره؟ النمره راكبه، ما خدتش حاجه. لا لا اقصد خدتني مخالفه؟ لا احلف. والله العظيم. لا قولها كلها على بعض، والله العظيم ما خدتك مخالفه، لانك ممكن تكون بتقول والله العظيم وفي سرك تقول صح. انا عارف حركاتكم دي. يا سلام. ايوه والله العظيم ما خدتك مخالفه. ولا هاخدك مخالفه بعد ما امشي. والله العظيم لو ما اتحركت دلوقتي لاخدك مخالفه. طب يا عم ايه لك كلام في سر جوا بوج دي؟ انت شايفني ماسك بالونه وحاطط مصاصه في بوجي وبلعب مع حضرتك ترونجيله؟ ترونجيله؟ انا ما ارضاش العب معاك ترونجيله دي. حاضر. مش لابس الحزام ليه؟ يا سيدي ما انا كنت نايم، يعني هتقلب ازاي وانا لابس الحزام؟ طب اتفضل يا بيت حرك. طيب حاضر. نايم في الاشاره؟ لا يا راجل، امال انت كنت بتعمل ايه؟ ما انت كنت نايم انت كمان. ايوه دي الاشاره بتاعتي اللي انام فيها عادي. الاشاره بتاعتك؟ ماشي يا سيدي، هبقى اجيب انا اشاره عندي في اوضه النوم وانام فيها براحتي. ما ينفعش تنام انت سايق، اتفضل يا بيه. حاضر. تتفرج عليا ليه كده؟ ما تتحرك. ما تحرك دماغك بره عشان اتحرك. دماغ مين؟ دماغك انت. اتفضل يا بيه اتحرك يلا. على السلامة يا باشا. الله يسلمك. أحسن حاجة إن أنت أول واحد بتيجي بدري هنا والباركن فاضي. حضرتك هتركن؟ ما أنا باركن أهو. اتفضل يا باشا. المفتاح جوه. ماشي يا باشا. صباح الخير. صباح. غلطان انا صبحت عليك يعني؟ مش صبح عليك تاني. الله. مفيش ضمير. صباح الخير. صباح الخير. كل يسيب اللي في ايده ويركز معايا خمسه لو سمحتوا. كل سنه وانتم طيبين يا موظفيني واخواتي يا اهل المعرض. قد اهديتموني حبكم واحببت فيكم العمل، الاخلاص، الحب، الضمير، الانجاز. وكان هذا كله بسبب الإدارة، شيء معروف. لأن الإدارة عندي ليها أسلوب علمي اللي هو إيه؟ كلنا واحد، أنا وأنت مهندسين، محاسبين، فنيين التركيب، النجارين، الأسترجية، المنجدين، سواقين العربيات، كلنا واحد. فأنا لا أعمل بأسلوب فيها لا أخفيها. سبب كلامي النهاردة معاكو مش بس بمناسبة السنة الجديدة، لكن علشان النهاردة زي ما احنا متعودين مع أول كل سنة بنصور الإعلان اللي احنا متعودين نصوره، علشان نفضل دايما على خريطة الاحتكار. أكشن! ستوب! في ايه؟
عايز اروح الحمام. ما تروح الحمام بتقول ستوب ليه؟ يعني عشان ما فيش اي لقطه تفوتني. خليك مستوب تفيق. بص اباجوره فوق تراك باك بان اكشن ستوب. باشمهندس رؤوف وصل. محدش يقول ستوب غيري. خلاص خلاص يا عم محدش يقول ستوب غيرك. يلا اكشن ستوب. تروح الحمام. محدش يقول اكشن ولا ستوب غيري. هتقول الاثنين لوحدك لو ما ضايقكش. لا اتفضل قول ستوب. يلا يا جماعه نقل المعدات بره عشان شط اليافطه. لا ستوب. ثانيه واحده يا جماعه ثانيه واحده كله يفضل في مكانه. بقول لك ايه، انا لغيت لقطه المنظر بتاعه اليافطه دي عشان بتوع ارت لاين عملوهم في اعلان التلفزيون بتاعهم. كروت وهنعمل ايه غير لقطه المنظر؟ بص يا سيدي ممكن ابقى انا قاعد على المكتب مثلا والناس واقفين ورايا. ناس مين؟ احنا ما عندناش مودلز. وانا مش عايز مودلز. انت بتزعل ايه؟ مين قالك ان انا عايز مودلز؟ مودلز بيبان عليهم ان هم بيمثلوا. انا بتكلم عن الناس هنا بتوع المعرض. والناس دي بتعرف تمثل؟ لا وهو ده المطلوب. انا مش عايز حد يمثل. بقول لك ايه خلاص سيب لي انا اللقطه دي انا هخرجها. هتخرجها؟ يعني عايز تقول اكشن وستوب. مش هو ده الاخراج؟ طبعا. والناس دي هتقول ايه؟ ايوه كده اهدى. اسمع يا سيدي نشاط هو سر فحص. النشاط هو سر نجاحنا. النشاط هو سر نجاحنا. النشاط هو سر نجاحنا. نشتغل 365 يوم في السنه. احنا بنشتغل 365 يوم في السنه، واصعب يوم في السنه عندنا هو يوم الاجازه. وكمان عايز مروحه. في مروحه هنا عشان شعرهم يطير وهو ما بيقول. حمام. التفاني في العمل هو سر تقدمنا. التفاني في العمل هو سر تقدمنا. شغلي في المعرض هو الفرصه اللي كنت بحلم بيها طول حياتي والفرصه اللي بيحلم بيها اي شاب في سني. كل واحد هنا شغال في مكانه عشان كده بنقدر نطلع احسن ما عندنا ونعيد اكتشاف نفسنا. احنا هنا ما بننامش عشان انتوا تناموا. ايه يا رؤوف؟ ايه يا حبيبي انت الحته تنام؟ انت نمت فين؟ نمت لي ساعتين كده في الاشاره. رحت البنك؟ ايوه طبعا رحت. انت فين بقى دلوقتي؟ انا في البيت. مش سامع صوت بيت يعني حواليك. حاضر يا حبيبي هصور لك نفسي على طول دلوقتي. ماشي يا حبيبتي مع السلامه. دي حسين ده بتاع ايه 6 اكتوبر وده بتاع 7 اكتوبر ده بتاع العاشر وده بتاع ال11. ماشي. في حاجه تانية يا حسين اسحب؟ الموظفين واقفين بره. ايه عايزين ايه؟ انا داخل اخد دش. عندهم شويه مطالب عاوزين يعرضوها عليك. طب هاتهم لي على الدش. على ناخد دش. ماشي. نعيمه على السلامه. نعيمه سعادتك. حمام العافيه. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا جماعه. شكرا شكرا. الله ينعمكم كلكم. ها استاذ حسين كان بيقول ان انتوا ليكوا طلبات خير. عايزين ايه؟ باشمهندس رؤوف انا كنت عايزه اتنقل في قسم السراير مع عكاشه عشان. بتعملوا ايه على سراير يا زباله؟ الزباله كانت هنا. راحت فين؟ ليه يا ميرفت؟ عايز تنقلي ليه؟ سوري في قسم السراير. يعني كنت حاسه ان ادائي في السراير هيبقى اعلى واحلى بكتير. هو فعلا هيبقى اعلى قوي. واضح ان الخبره فعلا يا ميرفت في السراير بس انا شايف خليكي في مكانك احسن. ماشي. اوكي مين تاني؟ حضرتك انا يعني كنت نفسي حضرتك توديني قسم الدواليب مع ميرفت عشان انا حاسس ان احنا ممكن نعمل حاجه حلوه مع بعض وهقدر اثبت نفسي اكتر. حاجه حلوه. اسف حاجه دخلت في بقي. لا لا انا عارف معلش. ليه عكاش عايز تروح قسم اللي اسمه حضرتك يمكن ما فهمتنيش. انا عايز اروح قسم الدواليب والسراير الاثنين مع بعض يعني عشان انا حضرتك بحب الشغل قوي. عايز تعمل شغل في الاثنين يعني على السراير وجوه الدواليب عندي. اساس ان انا ايه. لا 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 خليك مكانك. ولادي يا باشمهندس يعني انا عندي مشكله معاهم. انا ما بعرفش اوديهم فين يوم الجمعه ويوم السبت فكنت بستاذن حضرتك لو ينفع اني اجيبهم معايا المعرض جمعه وسبت ولا ايه؟ مين عايز يقول ايه تاني؟ انا حضرتك كنت عايز زياده في المرتب. بس يا عيل. انا عيل
قلبك ده قلب عيل يا محمود. عايز تزيد ليه يا اخي؟ مش لازم تغير العربيه. عربيه؟ سعادتك انا ما عنديش عربيه، ده انا بحلم اجيب عجله للعيال. بقول لكم ايه يا جماعه، لا انتوا كده والله ما تحسسنيش ان انا دلعتكم زياده. لا مش عشان يعني طلعتوا في الاعلان وكل واحد عمل له لقطه منظر كده خلاص بقى نجم، لا ده انا اتعلمت الاخراج، ده انا اشيل كل لقطات مناظركم دي في الدوبلاج والله عشان احميكم من نفسكم من الغرور. ها تمام مبسوطين؟ مين بقى هينزل الشغل يوم الجمعه الجايه؟ انا. مش انت نزلت الجمعه اللي فاتت؟ مش حضرتك بتقول مين هيجي الجمعه اللي فاتت؟ لو سمحت ابقى فكر خمس ثواني قبل ما ترد. خمس ثواني. جاموسه بتشرب ايه؟ لبن. الله عليك، انت محتاج شهر تفكر قبلها. جاموسه بتشرب لبن؟ ميه. جاموسه بتشرب ميه. احنا يا حبيبي اللي بنشرب لبن. بفكر خمس ثواني. ها حاضر ماشي، تعالى بقى يوم الجمعه الجاي. حاضر يلا. اوكي اتفضلوا. شكرا يا حبيبي. ماشي ربنا يوفقك. اتفضلوا يا جماعه. شكرا شكرا. فعلا الريس ايه الاداره دي؟ ست، عارف لو في يوم لقيت شراب من شراباتي ولا جزمة من جزمي عندك هعمل فيك ايه؟ هحلق لك ملط وخرجك من هنا بملاية. ماشي؟ سلم. جود باي جود باي. اخبار الشغل ايه يا رؤوف؟ والله يا سحر نفسي الاقي موظف يجتمع فيه تلات حاجات ومش عايز غيره، يبقى امين وشاطر ومش طماع. اه والله عارفه، تلاقي الشاطر فيهم يا حرامي يا طماع اخس، والامين يبقى بلاطه في شغله، والتالت لا يعني على اعتبار ما يكون يعني. طب مش يمكن عايزين يريحوا؟ ما يريحوش ان شاء الله، ما يريحوا بعد ده كله. على رايك دبوس، مش انا اخرجت اعلان النهارده؟ صحيح، وطلع حلو طبعا يا حبيبي، طول عمرك بتعرف تعمل كل حاجه. هي دي حاجة بسيطة. يا سلام على رأي شادية لما قالت حاجة بسيطة الدنيا بقى لها طعم جديد. هي كانت شادية ولا وردة؟ والله ما أنا فاكرة. قول لي يا رفعت، أخبار المدرسة إيه يا حبيبي؟ أه صحيح، أنا نسيت أقول لك، أنا وأنا راجعة من البنك عديت على المدرسة وادوني الورقة دي. ورقة إيه؟ ما توريني ورقة إيه؟ أه إيه؟ أوعي 48 من 50 في الماث؟ ها؟ وديت الدرجتين دول فين؟ اديتهم لمين انت؟ اصل الامتحان جه مفاجئ. ايه يعني جه مفاجئ يعني؟ وانت فاكرها زيارة الحكومية الوزير هيبلغوك بيها قبلها؟ ولا جه مفاجئ فاتخضيت يعني مش فاهم؟ معلش يا رؤوف هدي نفسك معلش. استني انت لو سمحت ثانية واحدة، ليه كده؟ 48 من 50 وابوك مهندس؟ بص انا من النهارده بقى هوريك الوش التاني. ايوه يا رفعت، انت باباك دلعك قوي للوش الاولاني. عندك حق يا ماما، مستحق الوش التالت كمان. طب اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا اخوي، طالما انت فاهم قوي الوش التاني من الوش التالت، اتفضل اطلع على اوضتك وهبعت لك اكلك فوق، وخد اللبن ده معاك. الله يا رؤوف، طول عمري وانا نفسي اعمل زيك. انت ما قلتليش ليه بقى انك عديتي على المدرسه؟ هو انا ما قلتلكش؟ ليه ما قلتليش؟ طبعا ما انت قاعده تتفسح. انا يا رؤوف، هو انا لما اروح مدرسه ابنك ابقى بتفسح؟ طالما ما رحتيش لازم ابقى بتتفسحي. قلتلي ولا ما قلتليش؟ باذني ولا مش باذني؟ وطبعا تلاقيكي قاعده تلعبي في الحوش شويه. لعبتي ولا ما لعبتيش؟ والله ما لحقت، انا دخلت من باب المدرسه على مكتب النظر على البيت عدل. انا ماليش دعوه بالكلام ده يا سحر، انا كل حاجه لازم اعرفها. دبة النمل عرفت؟ حاضر يا حبيبي. الله، انا مش طرطور في البيت ده. ايه ده؟ ايه ده يا رؤوف؟ تعالوا قوم نشوف في ايه. رفعت 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 يا رفعت. لا اصبر يا رب. يا رفعت رفعت يا رفعت رفعت. انا كنت طالع لخبطت في الفوزه وقت القصه. ايوه فعلا هو ده اللي حصل. هي دي ميرسي؟
هي دي ثانكس اللي انت بتقولها لي؟ بتكسر بيت بابا يا رفعت؟ كل ده عشان زعقت لك؟ انا فعلا حوري لك الوش التالت. ايوه رؤوف لازم توريه له. اتفضل قدامي على اوضتك. اتفضل. اتفضل يا استاذ. الفازة دي ترجع زي ما كانت بالظبط. تلزقها لي وترجعها لي زي ما كانت. ازاي؟ معرفش. بتفافة. بيبيبي. المهم انها ترجع زي ما كانت. لا مش زي ما كانت. انا عايزها اكبر. طب يا رؤوف دي فازة. دي فازة؟ لا معرفش هي ايه دي. ما اقصدش مش حكاية فازة. هو كويس الحمد لله انه كويس يعني. انا بتكلم على انه اللي غلط يصلح غلطته. ايوه صح. وبعدين انت فاهم بتعملي ايه؟ اتفضلي اسبقيني على الاوضة. انت دورك جاي. وعشان تبقى عارف الوش التالت بقى. من النهارده مفيش شطرنج ماشي؟ القنوات الثقافيه والتعليميه مش هتتفرج عليها، مفيش ندوات، مفيش امسيات شعريه، واللابتوب اللي انت قاعد ترسم عليه النهارده هاخده، يبقى ارسم بقى على الحيطه زي بقيه الشعب، ماشي؟ ومش احنا كنا رايحين الاوبرا نتفرج على كسرت البندق؟ مفيش، اتفرج بقى على كسرت الفازه. اوكي؟ وهات كتاب البحتوري ده. هات كتاب البحتوري. طب سيب لي كتاب البحتوري كمل قرايتي. تكمل قرايته؟ كنت قريته، ما قريتش منه الا 200 صفحه، ومعاك ده بقاله يومين ولا مش معاك بقاله يومين؟ طب سامي. نعم. انا كنت مخبي منك كتاب ابن خلدون. اتفضل يا بابي. اتفضل يا ايه؟ يا بابي. يا بابي؟ اسمها يا بابا، كبرت انت على بابي دي. مية مرة بينامي بشراب. حاضر. وبعدين ابقي شوفي ملاية واسعة غير الملاية المحزقة اللي انت نايمة بيها دي. انا جايب لك ملايتين واسعين. بيتغسلوا. ماليش دعوة. رؤوف بقول لك ايه؟ خلاص بقى ما تزعلش مني، وانا والله مش هخرج تاني ولا مرة من غير اذنك. خلاص بقى. على رأي نادية مصطفى لما قال الصلح خير ومن الصالح وصالح مراتك. لما قالت اديني فرصه تانية اثبت لك بيها حبي عشان تعرف مشاعري وقيمتك جوه قلبي. انتي يعني جبتي لي اسمين انت عارفه كويس قوي ان انا ما بقدرش اتكلم وبضعف قدامك، ناديه ولطيفه. انا عارفه عشان كده. ماشي صح خلاص مفيش حاجه. اتفضل حبيبي يا رؤوف. البلوزه اللي بحبها لونها تحفه وبقبلتات. تموت انت في الاوبلتات. بتعرضك. انا كان عليا اركبهم لك زي الجنود. ايوه يبقوا حلوين عليا قوي. حبيبي تعيش وتجيب لي. بس ايه ده؟ انت مش لابسه اوبلتات؟ يوه نسيتهم. طب خلاص مشكله عشان تعرفي تنامي. ماشي. تصبح على خير بقى. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ كنت عايزه اوريك حاجه. حاجه ايه؟ بص بقى. ايه ده؟ ده ديزاين يعني انا كنت عاملاه قسم جديد للاطفال، سراير ومكاتب واوض وكده، وقلت نعمل يعني قسم كده بلاي جراوند ونعمله في المعرض عندك وانا اللي امسكه. ليه كده؟ ده انا من يوم ما اتخرجت وانا قاعده في البيت محبوس ومعزولين عن العالم، ولا لينا اصحاب ولا حد بيزورنا ولا بنزور حد، حتى رفعت كبر خلاص. بقول لك ايه؟ مفيش شغل. وعايزك تفهم حاجه كويس قوي، البعد عن الناس غنيمه، فاهمه؟ الناس تهاب الرجل حتى يتحدث. يعني ايه؟ يعني نامي يا صاحبي. صدق عندك حق يا روف، انا ما اعرفش ليه بغلط كده. ما تزعلش مني، انت عندك حق، انا نفسي ابقى زيك حبيبي. اسمع لك ده ايه ده؟ ايه يا رؤوف؟ ركس الزفت ده بيهوهو وليه كده؟ كانه يعني هينسى لو هوا. انزلي انزلي سكتيه بدل ما انزل اقلبه فايبريشن. انا اللي هنزل يا رؤوف؟ ده انت خليته ما يسمعش كلام حد غيرك، مش هيسمع كلامي. ممكن سكته انت، انا حنان. ايه في ايه؟ مالك بتهوهو كده ليه؟ ما تستكلبليش فيها بقى وتقعد تعمل لي كده. ايه ده؟ ايه الدم ده؟ روكسي طب خلاص خلاص. جيب دكتور منين دلوقتي انا؟ طب خليك كده هجيب لك الدكتور.
شوكولاته وبياكل حته شوكولاته وبيشرب مانجا بشوكولاته وبياكل حته رئيس. يا رئيس. انا مين؟ انا ايه اللي جابني؟ أنا مين؟ لو سمحت، لو سمحت، يا أستاذ، يا أستاذ، أنت يا أستاذ. طب انت يا استاذ التانية اللي هناك يا استاذ. محدش بيرد عليا ليه؟ لو سمحت يا أستاذ، لو سمحت، لو سمحت. الله، ايه عليكم السلام. سلام عليكم. عليكم السلام. انت سامعني؟ انت سامعني؟ انت شايفني؟ انت اللي شايفني. ايوه سيدي، امال انا بكلم نفسي. بجد بجد سامعني وشايفني؟ ايوه اخلص، شايفك وسامعك. يا 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 ايه ايه انا كنت خلاص فقدت الامل اللي قبل اي انسان اتكلم معاه. ليه ليه؟ هو انت ما حدش شايفك وسامعك زي؟ ايوه من ساعه ما فرقت الحياه وانا كده. يعني ايه فرقت الحياه؟ مش فاهم، يعني ايه قفشت ومشيت ولا ايه؟ لا فرقت الحياه. انت ميت؟ ايوه، واكيد انت كمان ميت مش كده؟ لا انا مش ميت، انا عايش. ولما انت عايش محدش شايفك وسامعك ليه؟ ما انت اهو اهو، انت مش سامعني وشايفني، انت لسه قايل كده دلوقتي. ايوه عشان انا وانت فريقنا الحياه خلاص.
يا سيدي لا انا عايش فريق انت لا. فريق حياه ماشي انا ما فريقتش حاجه لا لا فريق الحياه اهلا بيك يا فارق يا ميت اوعى ايدك دي انت اكيد بتخرف طب بس من غير عصبيه من غير عصبيه تعالى معايا وانا اثبت لك انك ميت وفريق الحياه تعالى معايا يا حبيبي اوعى كده يا حبيبي انا بصدقك تعالى معايا تعالى اوعى ايدك طب تعالى معايا تعالى انا هسيبك ايه تأكدت؟ تأكدت من ايه؟ انت جايبني تفرجني على واحد بيحلق؟ يا عم بص انت مالك ومال اللي بيحلق؟ بص ها؟ ايه ده؟ ايه؟ انا مش موجود ها؟ انا مش في المراية انا مش طايح في المراية اي وانت مش باين برضو اي أنا مش باين أنا مش باين أنا مش باين في الـ في الـ في المرايات مش باين مش باين يعني إيه الكلام ده؟ معرفش يعني ما تعرف إيه؟ ما أنا معرفش أنا ليه معرفش أنا كل اللي أعرفه إن أنا سألت نفسي كل الأسئلة دي ما لقيتلهاش إجابة انت بقى احمد ربنا انك لقيت حد تساله هو انت كنت جاوبت على حاجه يا فينك يا راجل من زمان فينك ايه يا راجل انت هو انا كنت بديك ميعاد وجيت لك متاخر ايه اللي فينك فينك ايه انا مش موجود اصلا يا حبيبي حبيبك ايه اوعى انت الاخر حبيبي حبيبك ايه حبيبي الله صحيح انت اسمك ايه يا ابني هو انا عيل تايه بتقول لي اسمك ايه ما قلت لك مش فاكر حاجه خالص انا اسمي نوح معاك المستشار نوح نصر الدين قضى الله محمد عبد العزيز مصطفى شوكه الاوللي انت يعني بتعايرني عشان مش فاكر اسمي ما تقول نوح وخلاص طيب بس بقول لك ايه ده انا بقول لك على اليافطه اللي كانت محطوطه على باب شقتي يافطه ايوه ده انت رايق قوي قوي وانا بقى لما نادي لك اقول لك يا نوح ولا اقول لك يا يافطه لا قول لي يا يافطه هاتي يافطه معاك يا اخي اضحك بقى اضحك بقى اهدى يا ساتر طب وبعدين احنا هنفضل يعني مقضينا ماشي كده انا من ساعه ما قابلتك وانت ممشيني احنا مش مفروض طب نطير نخش في حيطان نعمل زي ما بيعمل هي 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 لا 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 الكلام ده في القصص والحواديت والاساطير وبس يعني كمان ما بنطرش انت هتزعق وتفرج الناس وتلمهم علينا يلا يا سيدي كل واحد يروح يا عليكم واحد هو في حد ممكن يشوفنا مفوق بقى الله هو صحيح ما بنطرش بس ممكن نعمل حاجات تانية كتير حاجات ايه احنا نقدر نعمل حاجه وسكت من الصبح حاجه ايه اللي نقدر نعملها حاجه مهمه قوي هي هي تعالى معايا يا ولد ياه احنا نقدر نبص لفوق مين كان يصدق يا عم يا عم انت موقفنا بقالنا ساعه باصين لفوق ما تقول لي بقى احنا نقدر نعمل ايه اسكت هتشوف هتشوف طب انت يعني مستني حد نازل لك من فوق اسكت اسكت اهو ايه بص 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 بص, بص. ايه ننفخ؟ ايوه يعني انت موقفنا كده بقالك ساعه علشان في الاخر تفرجني وانت بتنفخ البتاعه دي ايوه طب بذمتك ده مش نفخ نفخ استغفر الله العظيم يعني يا رب يوم ما قابل واحد ميت يبقى ده ده دراسه بقى ما ان شاء الله بينا عشان نلحق المترو ثانيه واحده مترو ايه دلوقتي مترو ايه والساعه موجود وبعدين انا اصلا عايز اتاكد من حاجه كده شغله مصر كلها ايه هي عايز اتاكد اذا كان احمد السقا بينط بنفسه ولا في حد هو اللي بينط له بص يا معلم السقا هينط من هنا هينزل على المترو يدخل على طول في عربيه السيدات يلحق الواد الصغير قبل ما يشرب من صدر امه اللبن المسموم تمام عموره الحق بقى يلا بطل وريني نطتك يبقى مش هو اللي هينط يا سيدي قوم يا حبوب ايه مش هو اللي هينط ما هو يعني ايه الكلام ده يعني كان بيضحك علينا في كل الافلام اللي فاتت دي احنا
اتخدعنا؟ يا استاذ انا عايز اسال سؤال بعد اذنك. اتفضل. اما اكلم حضرتك بص لي، انا قاعد جنبك كيس جوافه، يعني انا لازمتي ايه والدوبلير هينط؟ الفيلم نازل عيد يا سقه، لما ضيعك مني اعمل ايه انا بعد كده؟ عنه ما نزل. يعني انت خايف على العيد ومش خايف عليا ها؟ طب ايه رايك بقى ان انا اللي هنط؟ مش هتنط. انا اللي هنط. لا مش هتنط يا سقه. هينط، تسيبه ينط. اكشن. الحمد لله وشه مات. الحمد لله الحمد لله. انا اللي هنط. هيعيدها ويغطي. لا مفيش حاجه. ليه؟ لا لا عيدها ويغطي وشه. لا بقول لك ايه، ما تعصبنيش. هنط. مش هتنط يا سقه. هنط. ما انتش نطت يا سقه. طب ايه رايك بقى انت هنط يا بنا؟ ده موت المخ. يستاهل، ما هو مش عايزه ينط. نط نط يا احمد السقا. نط يا تيتو. دوروا الكاميرات. نط يا عيونه. نط يا قلب دليلي. اطلبوا اسعاف. نط يا لعبه ست. تشرب حاجه يا اسر؟ لا لا لا. ايوه، ايه رايك اسميك اسر؟ اسر؟ لا لا لا، ده لا محصل ياسر ولا جاسر. لا 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 طيب. ما تنط على الماء سخن. ايوه علي. علي قصير قوي يعني، تيجي تبتدي يخلص. لا لا رؤوف قديم قوي. رؤوف ده ايه؟ رؤوف لا، انت رؤوف. هو بالعافيه مش عايز انا يبقى اسمي رؤوف يا سيدي. انت رؤوف. بص انت رؤوف اهو. انا ده؟ ايوه انت ده موجود اهو، ودي كمان موجوده، والنضاره موجوده. بص انت رؤوف. وانا بعمل ايه هنا؟ انت متاكد ان ده وشي؟ انا بعمل ايه هنا يا نو؟ ايه ده؟ ده معرضي؟ كان معرضي. ده انا غني. كنت غني. خساره اني مت يا اخي. تعالى بس حته بقى. تعالى بس يمكن تفتكر حاجه. قول لي، ها؟ مش فاكر الراجل ابو جلابيه ده؟ اكيد النجار، بس واضح ان الدولاب ده عليه طلب جامد. هات اتنين يا حوده. ايه؟ دولابين ب 20 جنيه؟ اسعارك كانت رخيصه قوي. ايه ده؟ بص عايز يخلصني. مين كليوباترا والمصري؟ خد طعميه طالعه كمان 5 دقايق. طعميه؟ انا هعمل المعرض ده كله عشان ابيع طعميه؟ لا، وبسكوت بالعجوه. منك لله رؤوف. ليه؟ بقول لك ايه يا محمود، عايزه 2 حلاوه بالقشطه عشان انا الاكله اللي واقعه من طولهم من كتر الجوع. بسرعه بقى. منك لله رؤوف. لا ليه ليه؟ انا مالي انا حلاوه بالقشطه؟ انا عملت لها ايه دي؟ تعبي بيا لعبه وحشه. منك لله يا رؤوف. الله، طب ده هو اللي لعبها ولعبه وحشه. انا مالي بتشتمني وتف عليا ليه؟ مين دي؟ فكر قبل ما تلعب. فكرت جوهار. تعال فكر الاول. يا لهوي انا اسفه، ما كانش قصدي، كنت خايفه تحشر في الخشب. انت ازاي بتضرب لي كده؟ يا مرفت قلت لك كذا مره فكري قبل ما تضربيني. انا مش اختك الصغيره يا مرفت. استغفر الله العظيم. خير، اللهم اجعله خير. منك لله. ما قالش رؤوف. اي بس خلاص اتحفظت. اي حد يقول منك لله يبقى يا رؤوف على طول. يا ريت ترقيت شغل الموظفين بتوعك. ده تعريض، ده اكيد بيعرضه. مش مستحيل يكون ده معرضي. لا لا معلش، معرضك. اها ده انا. اي اي موجود اهو، ايام ما كنت هتلر. ايه في المزيكا اللي انت مشغلها دي؟ وشغل قرآن بسرعة. ده تليفون من بيت المهندس رؤوف. ألو. أيوة ست عواطف، عايزة 30 كرسي حالا؟ حاضر، أبعتهم لك مع عربية المعرض، وأنا حاجة وراها. مع السلامة. الباقي في حياتك. علم مزيكا يا ابني. اسطوحي، ابعت 30 كرسي لبيت المهندس رؤوف، مراته عايزاهم. يا مراتك تخينة قوي لدرجة انها بتقعد على 30 كرسي. هو قال مراته. أيوه. انا متجوز. ايوه واسمها عواطف. يعني انت اللي اسمك تامر؟ انا متجوز. ايوه شكلنا كده وصلت. يلا مشتاق جدا اشوف عواطف. عواطف مين؟ عواطف مراتي. انت نسيت ولا ايه؟ اه طيب. كراسي وصلت يا ست عواطف. وصلت؟ اه. فين؟ احطهم فين؟ احطهم فين؟ نحطهم فين؟ احطهم فين يا عواطف؟ عواطف؟ وانا اللي زعلان ان انا مت؟ دي مراتي؟ ده انت اللي مراتها، ده ارجل مني انا. اقول لك حطهم في الجنينه يا استاذ فتحي. حاضر يا عواطف. هو السواق ليه بيقول لمراتي يا عواطف حاف كده؟ اكيد الحكايه فيها عواطف.
يا ريت. ايه؟ يا ريت، انا ما عنديش مانع. ياخدها. تعال تعال. ايه؟ افتكرت حاجة؟ لا. طيب. بقول يعني يا كل ده بيتي؟ بس؟ نعم؟ لا يعني كل ده بيتي كبير قوي. كان. ايه قلة الأدب دي؟ لا يكون حد خالع راسه. البيوت ليها حرمة. ولو ان انا ما شفتش أي حرمة هنا لغاية دلوقتي. خلاص بقى. بقى. مجنونه دي. مش فاهم حاجه. يعني انا اتجوز دادا؟ لا يا اخي، انت مراتك اسمها سحر. طب الحمد لله. رؤوف، انت متجوز بقالك قد ايه؟ مش فاكر ومش عايز افتكر. طيب ما تزعلش نفسك. في ايه؟ بس الراجل ده كويس، هو الوحيد اللي ما قالش عليك كلمه وحشه. تفتكر؟ طبعا. والله باين عليه فعلا كده يا نوح. انا ظلمت باين، ما بعد الظن اسم. اتفو! بحوشها لك في بق من 10 سنين. روح، الهك حمك دنيا واخره بعيد. انت بتضحك يا نوح؟ انت فرحان فيا؟ شارب ابن كلب يا اخي. امين شايلها لك بقاله 10 سنين عشان معرفه. مراتك نازله؟ كانت مراتي. طيب اشمعنى كان معرضك كان بيتك؟ طيب. كانت طيب. مراتي. طيب يا ريتني فضلت مع عواطف. البقاء لله هانم. شد حيلك. متشكر يا عم حسين، اتفضل. والله في محنه يا هانم، في محنه. محنه يا محن. مين محي ده؟ انا مش محي. انا ما قلتش محي. انا بقول محي. خلاص انت مش شايف المحي. طيب اتفضل، تعال نشوف هيقولوا ايه. اتفضل استاذ حسين. انا كنت محتاجه فلوس. انسي، قصدي يعني ما ينفعش يا مدام، اقصد يعني مفيش. ازاي؟ المهندس رؤوف هو اللي كان بيمضي على كل حاجه. الحمد لله. يعني ما ينفعش تسحبي ولا مليم الا لما يطلع له شهاده وفاه، وشهاده الوفاه مش هتطلع الا لما يلاقوا جثته. فاستني بقى لما يلاقوا جثته. ايه؟ ما لقوش جثتي؟ يبقى مراتك قتلتك ودفنتك في الجنينه. لا مش ممكن. لا ممكن دي. خلاص. في حاجه مدام، سكت ليه؟ اصل انا كنت عامله العزا النهارده. لا الغي، الناس ما بتبطلش كلام. ليه يا راجل؟ مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. انا كنت محتاجه فلوس ضروري. احنا اللي مش عارفين نعمل ايه. احنا كنا داخلين مناقصه اوض نوم بملايين. مش عارف بقى لو المناقصه دي هرست علينا هنتصرف ازاي. يا مامي اتلاقي لي، انا عايزك. ابني متاكد الاول؟ ايوه يا رفعت، انا جاي يا حبيبي. اهو ابني، انا عندي رفعت يا نوح. استنى يا ابو رفعت. يعني انا فعلا لازم استنى الجثه. رفعت ابني يا حبيبي. يا ابني للدرجة دي بتحب ابوك ومش قادر تنساه؟ معلق صورتي على سريرك فوق دماغك، فوق صورة اينشتاين. بتحبني اكتر من اينشتاين يا حبيبي يا ابني. اتأكدت يا رب؟ يا نوح. يا نوح اتأكدت. ابني اهو، بص معلق صورتي ازاي. بص طفل جواه زبالة. بس لا ده جواه زبالة. لا خلاص وما ترباش. ما كان متربي من شوية وجواه هطلع لك كل اللي جواه. خد دي في عينك. اوبا ما جاتش في عيني يا باشا. يلا نمشي. جات جنب العين دي. خلاص نمشي بقى يا رؤوف. يلا عشان يلا جميلة. ايه اللي عصبته يا ابن الكلب؟ مش فاهم ايه فجأة قعدتنا دي. مين ده يا نور؟ مش عرفني. بتسألني انا وانا 140 دليل؟ ده واد زي القمر جاي بيتك اللي ما فيهوش الا مراتك الارمله اللي زي القمر. خلاص يا عم خلاص. انت شايفه داخل بنص كباب وازازتين بيره؟ ما جايز اخوها. استنى ما بلاش. اوعى ايدك.
مساء الخير. مساء النور. مدام سحر مش كده؟ ايوه. الباقي في حياتك. حياتك الباقي. مين ده؟ انا صديق رؤوف. طب يا عم ده صاحبي يا عم وانا اللي كنت فاكره اخوه. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضلي. انت يا نوح ده انت شكاك؟ قعدت تقول لي هنا الشيطان محترف الشيطان محترف؟ ايوه. تعالى نخش. صاحبك جوه وجوزها بره. تعال تعال بص اهو ايه عادي خالص ناس قاعده عادي وناس في منتهى الاحترام والادب. وعلى فكره انا مراتي اللي انا مش فاكرها دي اثق فيها ثقه عمياء وصاحبي اللي انا ما اعرفوش ده اثق فيه ثقتين عميائين. شفت شفت ايه؟ طب كويس انك ما شفتش. شفت بتخوني ازاي؟ ايه شفت ما بتخونيش ازاي؟ قاعد عادي والراجل قاعد عادي و... يا عم بدل العصبيه اللي انت فيها ده خدي الموبايل بتاعها ليه؟ يا عم لا ما تبقاش ظنان تلاقيه بس بيحول لها رصيد ولا حاجه. الست ظروفها وحشه برضو ما انا ميت دلوقتي. اهو خلصوا قعدتهم وخد الواجب ومشي. تعال تعال. الو سحر. ايه ايه في مليون سحر في البلد يعني؟ هسيبها. هتسيب نمرة اخوها؟ تمام تمام تمام. لا معاك يا سحر. تمام اوكي اوكي. تعريض في المعرض وتعريض في البيت. مراتي معرضه وابني معرض. انا خايف لاكون انا كمان كنت معرض. ده انتوا كده عيلتي المعرضين كلكم. انت خايف من ايه؟ هو كلب شايفنا بس تعرف اكيد الكلب ده كلبك. على اساس ايه يعني؟ شبهي يعني ولا شايف وداني مطرطقه ونازله كده زيه وعندي شعر؟ لا اصل دخل عليها دخلت معرض كبير كده صح؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شاكك ان الكلب ده شايفنا. اشمعنى يعني؟ اصل هو معدي بص لي كده بطرف عينه. فين ده؟ ايه ده؟ اهو اهو. ايه ده؟ شايفنا ولا مش شايفنا؟ ايوه صحيح شايفنا. يبقى الكلب ده ميت زينا؟ لا الكلب ده مش ميت لان كان فيه في بقه شراب. الا بقى اذا كان الشراب ده ميت وده شبح الشراب. صح صح صح. الكلب ده شايفنا واحنا شايفينه. بقينا ثلاثة يا نوح. لا أربعة بقى. اعمل حساب الشراب. عايز الشراب ميت من ريحة يعني؟ صح. أنا عايز أمشي من هنا. عارف أنا لما فرقت الحياة أول حاجة عملتها إيه؟ بعدت عن أي حاجة لها علاقة بحياتي. أكيد عشان ما تشوفش اللي أنا شفته. أنا ما كانش عندي حاجة أشوفها بعد ما مت. مت؟ هو أنت مت ما فرقتش الحياة؟ رؤوف أنا عاوزك تنسى أي حاجة وحشة شفتها. صح معاك حق. المفروض بقى التفت لمستقبلي كشبح. لأن أنا ناسي أصفت كل حاجة وأي حاجة. أنا مش فاكر إذا كنت بحب مراتي ولا ما بحبهاش. كويس إنك مش فاكر لأنك كنت هتتضايق أكتر. كويس إنك ميت. سلام سلام. شوف الكلام درر. كلامك كله تفاؤل. حد يقول لحد كده كويس انك ميت؟ بس كان نفسي اعرف هما بيكرهوني كده ليه؟ انا عملت لهم ايه؟ بجد هموت واعرف. تموت تاني؟ تاني؟ ما انت اصلا ميت. صح. مش كفايه ان انا ميت؟ لا ومتضايق. ميت متضايق. ميت متضايق. وعلى ايه؟ يعني انا ابقى ميت ومتضايق وهم عايشين ومبسوطين؟ طب وانا مضايق نفسي ليه؟ ليه مضايق نفسي؟ ما يولعوا بجاز. بقول لك يا نوح انا النهارده عايز اتبسط. انا عايز اتبسط. انا عايز اتبسط. يلا نتبسط يا نوح. اخيرا لطقتها. تعالى لي بقى انا هوريك اللي عمرك ما شفته بذمتك ودي. ايوه طب يلا نتبسط. يلا نتبسط. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه لكم وهذه هي نشره الاخبار.
بدوها بالعنوة. هو ده اللي انا عمري ما شفته. ايه رايك تطلع في التلفزيون في اي وقت؟ ويوم ما تطلع تطلع في النشرة. طب اطلع مع منى الشاذلي حتى. ده انت واد نمس. انا خلاص فهمتك. الموضوع مش موضوع قطر ولا اتوبيس يا ريس، المسألة مسألة نظام. موجود يا ريس. شكرا. انت كده فهمتني؟ وانت مش مبسوط ولا ايه؟ ازاي؟ لا ازاي؟ طلع الجاي بقى هتودينا فين؟ وزارة التخطيط؟ بقولك عايز اتبسط، تجيبني مجلس الشعب، هو ده قمة المرح بالنسبة لك؟ هو انت كنت تقدر تخش وانت عايش؟ ومين قالك ان انا عايز اخشه حتى وانا ميت؟ هو المجلس هيبقى مكتوب علينا دنيا واخرة؟ عمرك توقعت انك تتفرج على الماتش من هنا؟ هو في حد اصلا يعرف يوصل لهنا؟ العادي اي حد يقدر ينزل هنا. لا 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 لا، ده الشعب كله نزل الملعب. ما تخافش ما تخافش ما تخافش، يلا نمشي من هنا. ما تخافش انا ما تخافش، تعالى تعالى. انا مش فاهم انت جايبني هنا ليه. انت عمرك كنت تحلم ان انت تخش مكتب رئيس الجمهورية؟ بصراحة لا. طب خلاص شفت بقى انا بجيبك فين عشان تبقى فاهم الفرق بين الحتة اللي بجيبها لك. حرق اسم اليوم نايل قوم تحت وقعد. انت عاوز حد يشوفنا ويودونا بداية؟ حد يشوفنا؟ انت مش قلتلي ان مفيش حد يقدر يشوفنا؟ هنا بالذات ممكن يشوفونا. قوم يا اخي خضتني. بس بس نوح. ايه؟ امشي امشي، اقف هناك. امشي امشي امشي. صحيح الكرسي بيغير؟ اه طبعا بيغير. انت شايف انا اتغيرت ازاي؟ التغيير كل التغيير ده. طب بقول لك ايه؟ نعم. قعدنا انا شويه. عايز تتغير؟ اه. طب تعال بس تغير على طول بسرعه. ها عشان انا عايز اتغير اكتر، عشان انا حاسس ان انا اتغيرتش قوي يعني. ها اتغيرت؟ بتغير اهو، بتغير بتغير. امشي من هنا. شوف تمام اتغيرت بسرعه. يلا قوم بقى قوم. اقوم ليه؟ قوم بقى. سيد رئيس الجمهوريه. اجري يا نوح، اجري يا نوح. بابا حبيب فات. نشن عليها يا ابن الكلب. ليه كده يا حبيبي؟ حبيبك حبيبك وانت دايرة على حل شعرك. انا امال انا هو في ايه؟ عايز تعرف انت كنتي بتعملي ايه وانا مرمي هنا في المستشفى؟ تفتكر كنت بعمل ايه يا رؤوف؟ انا اللي بسألك تعملي ايه؟ انت بتشك فيا؟ بشك فيك. خسى عليك يا رؤوف، كتر خيرك. انا كنت حموت من قلق عليك. الله يسامحك، انا هروح اجيب لك نظارتك وشوية غيارات من البيت. خليش من البيت الا لما اقولك، فاهمة؟ الحاجة دي تبعتيها مع السواق، وانت تقعد تذاكر. يلا امشي الحمد لله على سلامة باشمهندس مدام. الله يسلمك. دكتور من فضلك كنت عايزه اطمن على رؤوف، هو حالته عامله ايه دلوقتي؟ هو ما فيش اي حاجه، هو بس عشان قعد تحت الميه فتره طويله مخه ما كانش بيوصل له الاكسجين، فممكن يكون حصل له شويه ضرر هيظهر له مع مرور الوقت. احنا في الفتره دي هنحطه تحت ملاحظه لغايه لما نتاكد ان مفيش اي مضاعفات حصلت له، ويا ريت يرتاح، يبعد عن الانفعال، عن التوتر، عن اي حاجه تضايقه. اوكي، ويا ريت لو حد يبقى يعدي على الحسابات. انا شفتكم كلكم على حقيقتكم. ايوه انتوا الاثنين، وانتي وانت حتى انت حسين برضو شفتك على حقيقتك. حقيقة ايه بس يا باشمهندس؟ اهدى شوية. المعرض انتوا خربتوا المعرض وانا مش موجود. صح
المعرض موجود وزي الفل وكل حاجه ماشيه كويس جدا. المهم دلوقتي صحتك. صحتي فين قوي على صحتي؟ وحضرتك عندك شك في كده؟ اهدى بس يا باشمهندس، بلاش الانفعال ده، ده احنا مصدقنا ان احنا اطمنا عليك، ده احنا والله افتكرناك ان انت مت يعني. انت مدب انت، في حد يقول كده؟ كلنا كنا بندعي لك يا باشمهندس وربنا استجاب. يعني الشغل ماشي كويس؟ انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس المناقصه رست علينا، بس كل حاجه واقفه لان سعادتك اللي بتمضي على كل حاجه وتقول او لا. يا باشمهندس رؤوف، ربنا خلق لنا عينين في وشنا عشان نلاقي حد في ظهرنا ويأمننا. ايش يا حسين؟ ايش؟ خدوا بالكم من الشغل، كأني موجود. طبعا ما تقلقش، كأني موجود. طبعا خد انت بالك من صحتك. هو خلاص ماشي، امشوا امشوا بقى، امشوا. بقول معاك شكرا شكرا شكرا. ربنا يخفف عليك ليلتك. شكرا يا حسين. حسين موبايلك. موبايلك؟ ايوه. لا لا، يعني موبايلك يبقى خليه جنبك ما تقفلوش. حاضر حاضر، لو عاوزت حاجة اكلمك. حاضر. ليه حضرتك عملت توكيل عام لسحر هانم؟ عشان ملناش عينين في ظهرنا يا حسين. وبعدين برضو مهما كان يعني سحر مراتي واكيد هتخاف عليا. وماله يا سيدي، ربنا يروق البال ويصلح الاحوال. اقوم انا بقى عشان اروح المصنع. ماشي. ها مالك يا حسين؟ لا ابدا، هما دايما لما يجوا يقوموا يقولوا ها. ايه يا حسين في؟ انت مش قلت ايه ما تقوم بقى؟ انت ما قلتش ايه يا حسين؟ غريب حسين يقول ايه ويقعد ويمشي من غير ما يقول ايه. ها توكيل
تقلب الصفحه بقى، بقالك ساعه بتقرا في صفحه الرياضه وشكلك مش رياضي ولا حاجه. يا نوح يا نوح يا نوح، تعال 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 بسرعه تعال. طلعت فين يا عم؟ انا طلعت عايش يا نوح، طلعت عايش وفي غيبوبه. تعال. عايش وفي غيبوبه؟ آه. انت استنى بس، اللي انت بتقوله ده صح. أنا متاكد. تعال هوريك هوريك انت متسمر كده ليه. انا عايش. استنى بس، رايح فين؟ بس مد شويه. استنى بس اهو، انا اهو. ايوه صح. مش دي صحوره؟ ايوه، ما استنى بعد لها مسج قبل ما اخش في غيبوبه فجت. ويا عم شعرها كده ليه؟ وايه اللبس الغريب اللي هي لابساه ده؟ اه ده العادي يعني. انت تقصد يعني عشان ال البنطلون المقطع وال لا لا ده كل ده مش حقيقي. ايه؟ كل ده تهيؤات، هي ما عملتش كده. زعلانه ازاي؟ صباح الخير يا مدام صح. صباح النور يا دكتور. خير؟ ايه اللي حصل؟ للاسف رجع الغيبوبة تاني، ما كانش لازم ينفعل خالص. بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. دكتور زعلان، هيموت عليا من الزعل. هي كمان زعلانه قوي. الله يكون في عونها والله. ما كنتش عارف تستنى لحد لما تعتذر لي؟ غصب عني. حتى دي مستكترها عليا يا رؤوف. ما انت شايفه صح. مش فايده فيك. خلاص بقى. انت نزلت لها ولا ايه؟ لا ما انا واقف ساكت، وحتى لو نزلت لها مش هتسمعني. شفت حنينة والله. وانا اتجوز اي حد اكتم نفسك بيها دي لحد ما يتقطع ولا اعمل ايه؟ ها كل ده مش حقيقي. مش حقيقي؟ كل اللي انت شفته ده مش حقيقي، دي كلها تهيؤات زي ما قلت لك. يعني هي كانت بترقص؟ ايوه. ولا كانت لابسه مقطع؟ ايه لا لا امشي. لا امشي امشي امشي. ما تشوفهوش ما تشوفهوش ما تشوفهوش. لا 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 شافته. هو ايه ده؟ شافته ومسكته. شاف ومسكته وقريته. تعمل لها توكيل عام؟ اه كده بقى الله يرحمك حقيقي. ارجوك خدي مالك منه ارجوك. ما تقلقيش علينا في عينيك. تسلم عينيك. بص الممرضة قلقانة عليا ازاي؟ حزينة الأخرى. اه الو. يا حد. ايوه يا استاذ عكاشة. بقول لك ايه، الباشمهندس رؤوف رجعت له الغيبوبة تاني، ما تنساش حلاوتي بقى. حلاوتها؟ هي الناس دي فرحانه ان انا رجعت الغيبوبه تاني دي كاني راجع من الحجاز. الو الو حد سامعني؟ عم حسين من فضلك لو سامعني ممكن تطلع لي؟ ما انا موجود اهو. اه كويس يا حسين انك موجود. بقول لك ايه، انا عايزاك تفضي لي مكان هنا خالص كله، اصل انا هفتح هنا قسم جديد للاطفال. هنا ازاي؟ ده مكتب المهندس رؤوف. خلاص الكلام ده يتلغي. انا معايا توكيل عام من رؤوف. الخروف. توكيل عام من مين؟ المهندس رؤوف. الخروف. بالظبط كده. حبيبي رؤوف ابتديتيها بدري قوي صح؟ اخيرا اخيرا يا سحر حققتي حلمك. كمان هبله هطلقها. ايوه انا عامل لها التوكيل بصفتها الزوجه، فلما طلقها يبقى التوكيل باطل. ما هو جهل امثالك بالقانون هو اللي مودي البلد دي في داهيه. انا طبعا. انت؟ لا هي راح في داهيه من قبلي. اسمع المستشار هيقول لك ايه. اوكي. ايش رايك فين انت؟ ايه طب خلاص تعال تعال. اول حاجه تعملها تبعت لها انذار على يد محضر بايقاف التعامل على التوكيل رقم 1-38408. ايه ده انت حفظت رقمه يا اخي؟ لمحته كده سريعا. المهم بس خليها. هذا التوكيل الصادر من شهر عقاري الجيزة لصالح سحر إبراهيم متولي الباسوسي، قد تم إلغاؤه من قبل رؤوف عبد الحميد حسني السيد اعتبارا من اليوم، ولا يجوز استخدامه نهائيا. لمحته سريعا؟ ده مش بعيد تكون انت اللي عامله.
لقيتها. انا اول ما اقوم الغيبوبه اروح الغي التوكيل ده يا عم. يا عم بتقولي يا عم ايه؟ ما هي لازم توافق، لازم تروح كمان معاك عشان تلغيه يا عم. ربنا يحميك يا ابني، انت اللي فاضل لي. بص كده يا جدع، باين اللي بابا اللي مضيها ولا شكلها غريب؟ وريني كده يا حبيبي. زي الفل، مية مية، ايديك تتلف في حرير. هو بديك حقنة في صيدلية؟ انا كده بقى خلصت كل التزوير اللي وراي، ابدا بقى العبي شوية قبل ما بابا يفوق. لا يا رفعت يا حبيبي ما تقولش كده. اصيلة ان شاء الله مش هيفوق، مش هيفوق. انت حاطط ميكي في البحتوري؟ ده انا هبحتر كرامتك بس لما فوق. ايوه يا صاحبي، بصي في صورتي كويس وحسي بالذنب. افتكري، افتكري الايام، الايام اللي كانت بينا يا صاحبي. الشهر ده بالده. بصي كويس وفوقي يا فوقي. انت كل ده بصي في المرايه مش بصي على صورتي؟ وكل اللي انت عاملاه ده مش مضايقك؟ والشعرية البيضة دي هي اللي منكده عليك عيشتك؟ ايه؟ ايه؟ الو؟ اهلا، ازيك؟ كويس الحمد لله. طيب اوكي، سيو سيو. ده انا هسي ايام سودة. دي جزمتي دي ولا جزمتك؟ عامل جزمتي كوفيه؟ حارس اسود كلب، كلكم ولاد كلب. شوف الكلبه دي راحه فين. طيب فريدي الاوفاه دلوقتي بقى اكلمك، هتعمل ايه؟ تكتم نفسه بالمخده عادي؟ طبعا عادي، هقول له ان انا في البيت وهبعت له صورتي فيه كمان. ازاي يعني؟ اصل انا كنت بصور نفسي في البيت بكذا بجامه، وكل مره كان بيكلمني فيها كنت ببعت له صوره. استني استني هوريكي. بصي دي مثلا لما كنت في النادي. استني هوريكي واحده ثانيه. بصي بقى دي لما كنت مع هدى في السينما. استني هوريكي بقى واحده فظيعه. بصي بصي دي، دي بقى لما كان هو بايت في اسكندريه وانا كنت بايته عندك. يا صيعه ده يبقى موقف خالص. يا ضيعه فيها ايه يا اختي لما افك عن نفسي شويه واصحابي، على راي منى عبد الغني لما قالت يلا يا اصحاب بينا نسهر بينا نفرح. بس انتي ما تحسيش بالذنب من ناحيته خالص؟ اظن دي بلاء خالص. احس بالذنب ناحيته ده ايه؟ مش لما هو اصلا يحس بالذنب ناحيتي، ولما هو اصلا يحس بيا ان انا موجوده في حياته. ايوه يا عيني. سيبك انت، اقول لك ايه يا ناصر، انا عايزاك النهارده تغيرني خالص. عايزك تعمل لي كده قصة شاكيرا. حتى قصة الأسد هتغيريها؟ انتي وراكي حفلة النهاردة ولا ايه؟ لا طبعا، ده انا اقطع رقبتها. حفلة ايه؟ اصلا انا رايحة اقابل راجل. اها، اقابل راجل؟ عملتي كتفك كده؟ طبعا طبعا يا سحر، ما انتي قلعتي الاوبليتات وفكيتي وفجرتي. مكان لطيف قوي. انا عارفاه، انا على طول راشقة هنا. امتى؟ ها تشربي ايه؟ شاي بلبن طبعا. بيرة بلبن. ايه بيرة؟ يبقى بيرة الهانم، وهاتي انا عصير برتقال. ما تسترجل، ده المدام طلبت بيرة عشان هسوق وكده. كويس. وعارفه تمشي الاعمال من غير رؤوف؟ مش عارفه خالص، رؤوف كان بيعمل كل حاجه بنفسه، مفيش قرش بيدخل ولا بيخرج الا بامضته، وعندنا تسليم شغل كبير قوي. خلي بالك لازم تسلمي في الميعاد، لان في شغلتنا دي اهم حاجه هي السمعه. سمعه؟ سمعه ايه بقى والمدام طلبت بيرة؟ على العموم انا عايزك تعتبريني زي رؤوف بالظبط. لا طبعا. طبعا طبعا. عموما برضو انا هحاول تاني في الصفقه، بيني وبينك حرام، دي صفقه كبيره وفلوس كتيره قوي، انا اولى بيها. الجشع ده. طب وهتعملي ايه؟ انت بتقولي هو كان بيتحكم في كل حاجه. ما رؤوف عمل لي توكيل. ما تفكرنيش. فكر كويس رؤوف، برافو عليه. ربنا يقومهم للسلامه ان شاء الله. يا دي يا مؤمن. يا رب. يا بنت يا مؤمنه. انت كويسه؟ في حاجه؟ انا مش عارفه مالي، انا عايزه اروح. ليه ما بدري ما تقومي ترقصي شويه على الترابيزات؟ طب كملي البيره يمكن تحسن مودك. يمكن. واحد بيره كمان يا ناجي. لا رشقه رشقه، ايه بالراحه، شويه شويه تشربي قصب.
كراحة كراحة. هرجعها. سايباه يوصلك لحد بيتي بعربيته يا هانم. ايه ده؟ الله. ايه ده وقفلت كمان؟ ايه ده انت رخم؟ واضح انك تعبان قوي، انا وصلت لحد دول. شيل ايدك دي. امشي امشي. تعالي سنيك سنيك. لا امشي كده مش تمشي كده. يا عبد الكلب. دواته يا فوفي. لا ترقصينه يا سحر، ترقصينه يا سحر. لا 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 اتفرج يا ست هانم، تقدري تقولي لي ايه ده؟ ها؟ طبعا هتردي تقولي ايه؟ ما تردي تقولي ايه ده؟ ممكن تقولي لي عملتي ايه جوا بيتي؟ عملتي ايه جوا بيتي؟ اخلص خالص، ايه اللي انت بتقوله ده؟ كفايه شك بقى، سنين وانا عايشه معاك وانت بتشك في كل تصرفاتي وما بتثقش فيا. بثقش فيكي؟ انا لو بثقش فيكي يا هانم ما كنتش عملتلك توكيل، ما كنتش عملتلك توكيل بكل حاجتي. توكيل؟ توكيل. توكيل ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ هو ده اللي هتعوضني بيه عن كل السنين اللي فاتت اللي انا عشتها معاك وانا ساكته ومستحمله؟ ادي التوكيل بتاعك خلاص، اتفضل اهو. بدل كده خلاص مبقاش في حاجه ما بيننا. مش انا بخونك؟ ليه تجبر نفسك تعيش مع واحده بتخونك؟ خلاص يا رؤوف، انا وانت فعلا ما بقاش ينفع نكمل مع بعض. صح، انا وانت مش هينفع نعيش مع بعض. انا مش عايز اعيش معاك يا اصلا. رفعت تعال هنا، يلا نمشي. وعلى فكره بقى، انا طول الوقت كنت بمثل عليك، فعلا كنت بعمل كل حاجه بتطلبها مني بالظبط. بس عارف انا كنت بعمل كده ليه؟ أنا عمري ما خنتك يا رؤوف، مش خوفي منك هو اللي منعني. لأ أنا عمري ما خنتك لأن أنا ست محترمة. امشي امشي. كدابة، كلكم كدابين. كدابين. قالوا سيب اللي في ايده وبصني هنا. هي كلمه ومش هكررها تاني. اللي عاجبه يقعد يشتغل بطريقتي من غير ما اسمع منه ولا نفس، يتفضل يقعد زيه زي اي كرسي، واللي مش عاجبه يتفضل يغور في داهيه. يعني سكتوا يعني؟ طبعا، ما انتوا ما بتعرفوش تنطقوا الا وانا مش موجود. عايزين تقلبوها خرابة يا فوضويين يا حوش. استاذ رؤوف احنا مش بنكرهك، لكن يعني اخلص خالص. انتوا فاكريني مش عارف انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا قلبينها تكية، انتوا في مكان محترم واي حد يتمنى يكون فيه. حضرتك برضو يعني لازم ترحمنا شوية. عشان ايه؟ محمود عملنا ايه اصلا عشان كل ده يا مستر؟ عشان كدابين وطماعين.
عشان كده مفيش حد فيكم يستاهل اني اثق فيه او حتى اديله ظهري. هو مش حضرتك شايفها في الكاميرات؟ هي كلمه ومش عايز اكررها. هتغوروا ولا هتقعدوا؟ لسه بتنكر وتكابر ان كل ده مش حقيقي يا روف؟ انا مش عارف هما ليه بيعملوا كده. جايز من الخوف. خوف؟ خوف من ايه؟ من انا يعني؟ وبعدين الخوف ده اصلا يخلي البني ادم ما يغلطش، يخاف يغلط مش يقوم يغلط اكتر. لا طبعا. أنا هقول لك تعلمهم الأدب إزاي. دلوقتي كل اللي حواليك طلعوا بيكذبوا عليك، صح؟ صح. ولما واجهتهم أنكروا، صح؟ صح. وأنت مش عارف تثبت عليهم حاجة، صح؟ صح. ومش هتعرف تثبت حاجة. مش فاهم يعني انت بتحفظني كلمة صح ولا ايه؟ اسمع يا انت جربت القوة والحزم معاهم، كانت النتيجة انهم بينولك اللي انت حابب تشوفه فافتكرتهم بيحبوك. جرب انك تثق وتدي فرصة وتسامح. هيفتكروني ضعيف. وبعدين يا نوح انا مش عايز حد يحبني، انا عايزهم يشوفوا شغلهم بضمير. بس بسيطه. وليه ما يعملوش الاثنين؟ الاثنين يعملوا الاثنين مع بعض. انت مش من هنا ولا ايه؟ اسمع يا رؤوف، استنى ما اطلع لك بقى جايز افهم. بالرغم من كل القوانين الجامدة اللي احنا اتعلمناها وطبقناها هنا في المحاكم، إلا إن دايما وسطها حاجة اسمها روح القانون. لو انت حكمت بالروح دي بس فممكن ما يبقاش حكمك للقانون عادل. ولو انت حكمت بالقانون بس برضو ممكن ما يبقاش حكمك لروح القانون عادل. لازم تحكم بالاثنين، القانون وروحه، عشان احنا بشر ويحكمنا قانون. لا يا سيادة المستشار جايز، لو انت كنت قلت لي الكلام ده قبل اللي انا شفته واللي انت كمان شفته جايز يكون غيرت رأيي، انما دلوقتي انا شفت ضمير الناس. مهما كنت شفت عمرك ما هتعرف تشوف جوه الناس. ايه اللي جابك يا نوح؟ ما انا قايل لك عايز اقعد لوحدي. انا عارف الصنف اللي زيك لما يزني يخلع على طول. Oh.
اعترف اني غلط وحكمت عليها غلط. كان لازم تشوف الصورة كاملة عشان تحكم عليها حكم صح. على فكرة انا كنت عارف بس ما رضيتش اقول لك. عارف ليه؟ مش هتصدقني، لانك انت ما بتصدقش حد ولا بتثق في حد. خليك قاعد لوحدك بقى. رفعت انا جبت لك هديه، عجبتك؟ عجبتني. امال ليه يا حبيبي مش باين عليك انها عجبتك؟ اصل خايف لكون بتمتحني وفرح تضربني. لا يا حبيبي انا مش هضربك تاني ابدا، الا اذا غلطت يعني. لا مش هضربك تاني بجد رفعت. انا كنت صحيح عمال اقول لك انا عايزك تبقى راجل، عايزك تبقى راجل. بصراحه انا كنت غلطان، انت مش راجل يا رفعت. الله يسامحك. لا يا حبيبي مش قصدي، قصدي يعني ان انت لسه صغير، لسه عايز تلعب وعايز تجري مع اصحابك وعايز تتبسط، صح؟ عشان كده بقى انا من النهارده مش عايزين نبقى ايه عاملين زي ابني وابوه، عايزين نبقى عاملين زي ابن وواحد صاحبه. يعني عايزين نبقى اصحاب انا وانت. ينفع نبقى اصحاب؟ افكر يا ولد. ماما. ماما زعلانه مني يا حبيبي، زعلانه مني وانا عايز اصالحها. بقول لك ايه، ينفع تساعدني عشان نصالحها؟ وراك راجل. راجل؟ ازعل. طب بص انا هقولك على سر محدش يعرفه غيرك انت والكلب، ماشي؟ انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا كلكم تستاهلوا الشنق وانا اولكم، عشان انا ما طردتكوش من الاول خالص، بس انا قررت اديكوا فرصه تانية. جايز تتغيروا، عشان كده انا قررت شويه قرارات هقول لكم عليها. النهارده هيكون عندنا قسم الاطفال هتمسكوا المهندسه سحر المدام، وانت يا نهير ممكن تبي تجيبي اولادك يعني في قسم الاطفال ده يلعبوا فيه. ويا ريت يا نهير ما تسيبيش الشغل، مش عشان انا محتاجك هنا في المعرض، انا اجيب 100 زيك، بس عشان ما تتحوليش لكومودينو او كرسي في البيت. اما انت بقى يا استاذ محمود فالحقيقه انت ما شاء الله تستاهل الحرق، بس انا مش هحرقك، انا للاسف هعلي مرتبك. شفت؟ مش عشان خاطرك، عشان خاطر ولادك. بس يا رب يضمر. وانت عم حسين خلاص كفايه نوم بقى، بتهيألي في المعرض، وروح نام في بيتكم وارتاح ومعاشك محفوظ زي ما هو طبعا. وانت يا ميرفت خلاص من النهارده مفيش قسم سراير تاني، انا هنقلك قسم الدواليب، بس قسم الدواليب اللي في معرض القطاميه لحد ما تتجوزي انت وعكاشه. وللاسف الشديد عكاشه هيبقى مدير المعرض، بس عارف قسما عظما لو ما فكرت قبل ما تطلع اي قرار او تقول اي كلام لكون معلقك من رجليك. تهيألي كده انا بقى عملت اللي عليا. ها الدور عليكم ان انتوا تعملوا اللي عليكم بقى.
الو استاذ صلاح، ازيك؟ اهلا يا باشمهندس، الحمد لله على السلامه. الحقيقه انا بكلمك علشان كنت عايز اعتذر عن الصفقه بتاعت السراير. انت انسحبت من المراسه ودلوقتي؟ معلش والله انا فعلا متاسف، بس انا فعلا تعبان جدا ومش حاضر اكمل. طيب عموما اوكي، كويس ان انت اعتذرت دلوقتي على الاقل نعرف ندور على حد، بس قدامنا وقت يعني. وعشان كده انا الحقيقه برشح الجماعه بتوع ارت لاين، ناس كويسين وسمعتهم كويسه قوي، وانا متاكد ان هم هيسلموا كمان قبل الميعاد. أسفة أوي يا رؤوف، بجد أنا أسفة. واللي أعمل إيه عشان أخليك ترجع تاني وأنا أعمله؟ لو عايز أسمع كلامك طول عمري أسمعه، لو عايزني أفضل مستحملك طول العمر هستحمل. بس أسخى يا رؤوف، بس سيبنيش يا رؤوف، بس سيبنيش والنبي يا رؤوف. مدام صحر، أنا آسف إني أقولك إن الحالة خلاص بقى ميؤوس منها. إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه، بس إحنا محتاجين معجزة، مش وارد إنها تحصل. أول ما تيجي الساعة 6 هنفصل عنه الأجهزة، ربنا يتولاه برحمته. أنا شايف إن ده أفضل ليه وأفضل لكم. أنا آسف جدا، بعد إذنك.
اجري يا ماجريت. خدت ايه؟ حياتك متعلقة في لحظة ممكن تبدأ وفي لحظة ممكن تنتهي. نفس طالع ونفس خارج. ممكن تموت وممكن تعيش. بس يا ترى لو عشت هتفهم؟ أنا عايز فرصة، فرصة واحدة يا رب. اجري لحد نهاية الطريق وزي ما تكون النهاية بقى. مهم يبقى في نهاية. اجري اجري. مش عارف اتصرف ازاي يا استاذ حسين. هجيب فلوس المستشفى منين؟ ليه؟ كام يعني؟ كتير. كام يعني؟ اتفضل شوف. يا انتوا لازم تجمعوا من بعض. لا يا مدام، لا حضرتك لازم تتصرفي تبيعي اي حاجه، ما اصل كده مش هينفع خالص. كل حاجه باسم رؤوف. يا ريتني ما كنت قطعت التوكيل. حضرتك لازم تشوفي حد تستلفي منه. مش هينفع استلف من حد. رؤوف ولا كان بيسلف حد ولا كان بيستلف من حد. حتى كذا مره ناس لجأت له ما رضيش. اكيد ما فيش حد هيرضى يسلفني. اعمل ايه؟ خلاص يا جماعه انا هتصرف، بس ادوني فرصتي. اللي هيهربني مش معنى يعني انا ده الوحيد اللي فاهم ان الجاموسه بتشرب لبن. امال هي بتشرب ايه؟ سوري ايوه بتشرب ميه ووتر. بالراحه شيل من الوسط هنا. انا ايه ده؟ هو انت مش لابس حاجه تحت لبس المستشفى؟ وده وقته ايقص كده على الفضح. كبير بالراحة يا جاموسة بالراحة. يا دكتور جبت المضاد الحيوي ولا لسه؟ كده يا دكتور. ماشي ميرسي يا دكتور. تفتكر انت دول هيعرفوا يهربوك؟ ده اذا ما خلصوش عليا الاول. يسيبوني هنا، انا عايز اموت هنا. الغريبة ان مفيش حد قال للناس دول هم رايحين فين. كده عادي كده كأني ازازة زيت. يلا يا نوح هتعرف تطلع؟ رايح فين؟ سيبهم سيبهم. ده انا بعد اللي شفته ده لو عشت هعيش كسيح. سيبهم، ثق فيهم مره. يعني يوم اثق فيهم اديهم حياتي؟ ايوه هيحافظوا عليها لانها بقت غالي عليهم. اسمع كلامي وسيبهم. اديني سبتهم. على الله يعرفوا يعملوا اللي عليهم بقى. الو ايوه يا استاذ عكاشه، المستشفى عرفت ان انت سرقت المريض وبلغت البوليس. بقول لك يوم النبي ما تجيبوش سيرتي. ما فيهاش حلاوتي بقى. الان انا لا خالص حلقة من ايه يعني؟ انا واثق فيهم جدا. امال مالك الان؟ بقولك يا نوح،
ما تيجي نروح كده نبص عليهم نطمن عليا كده شو نشوف عملوا ايه. على فكرة انا عاوز اشكرك على الوقت اللطيف اللي قضيته معك. على فكرة لو مستني نشبك صوابعنا ونبوس بعض يبقى امشي احسن. ما تخلينيش ازقك وانت ما تعرفش تطير. خلاص خلاص. كان نفسي فرصة تانية. وانا كمان. بس انا ما كانش لازم اسمع كلامك واسيبه. ايوه مش عشان حاجة بس عشان كان نفسي سحر تسمعني واقول لها ان انا عايز اعوضها على الايام اللي هي عاشتها معايا هي وابني. خلاص لما تفوق ابقى عوضها. انت جاي تفوق في اي وقت وجاي اموت وارجع انا لوحدي تاني. احنا مع بعض اهو يا نوح. رؤوف ممكن نطلب منك طلب؟ ده لو عشت يعني عايزك تبقى يا سحر. ايوه يا حاتم. يا سحر في ايه؟ فاء رؤوف. فاء يا سحر. رؤوف حبيبي. يا رفعت حبيبي. واو حبيبي. الحمد لله على السلامه يا رؤوف. واو حبيبي. مين ده؟ ده حاتم. حاتم مين؟ حاتم صاحبك. وانت عند صاحبي بتعملي ايه يا جماعه؟ يا جماعه تعالوا. فاء رؤوف. فاء انا بعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. يا بنت كريم يا رب. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله ده احنا كلنا عند حاتم بقى. حاتم مين؟ ده المهندس حاتم صاحب معرض ارت لاين. كتر خيره خبانا في بيته بعد ما هربناك من المستشفى. كتر خيرك انت. انت لولا المناقصة اللي انت اتنازلت عنها ووصلت على شركتي انا كنت روحت في تفريزة كبيرة جدا. انا بس اعتذرلك اعتذار واحد ان انا اضطريت اقول لمراتك ان انت صاحبي. لولا كده ما كانتش قبلت اي مساعدة حقيقة. يعني حاتم ده كويس؟ قوي قوي قوي. ده فظيع. ده كويس قوي. شكرا. صباح الخير. طب ثانيه واحده، مش فاكر ان احنا قعدنا في الحته دي هنا قبل كده؟ لا انا مش فاهم انت عاوز مني ايه يا استاذ رؤوف. طيب انت كنت طالب مني طلب، مش فاكر ايه هو الطلب ده؟
انا عمري ما طلبت حاجه من حد يا سيدي. انا مش حد. ان شاء الله تكون الاسبوع بحاله. انت عاوز مني ايه؟ طيب فاكر لما قعدنا مع رئيس الوزراء لما كان بياكل باميه؟ لا. ولا لما شفنا الرئيس بيستحمى؟ لا. ما انا مش هسيبك الا لما تفتكر. الو ايه يا صاحبي؟ لا انا قاعد مع واحد صاحبي. حاضر هبعت لك صوره. سلام. شوف الصوره بس قرب كده واضحك.